مرض السكري، مريض السكر بيأثر على شبكية العين، يعمل تليفات وارتشاحات في شبكية العين. كان زمان المريض ده معلش علاج مع الأسف الشديد، دلوقتي مع العلاجات الحديثة مريض السكر يقدر يتعالج بسرعة، بس دايما نقول ايه، الوقاية خير من العلاج. أهم حاجة مريض السكر لازم يتابع مع استشاري شبكية العين، فحص شبكية العين فحص دوري، اطمئنان إن مفيش أي ارتشاحات، لأن علاج الشبكية دلوقتي بقى حاجة سهلة جدا جدا جدا. كيف بنعالج الشبكية؟ لو لقينا ارتشاحات في الشبكيه او انزفه، ساعتها عندنا نوعين من العلاج مشهورين جدا دلوقتي. الشيء الاولاني بنعمل حاجه اسمها مثبطات.